جدعان انا جبت اناناسايه، يلا نشوف التجربه الجامده دي. احلى تجربه هجربها في حياتي، انا بعشق الاناناس ودايما لما باجي اكله باكله معلب كده، عمري ما اكلته هو كده بصراحه، ومش عارفه اصلا انا منقياه حلو ولا وحش. بصوا هو في شعر كتير قوي من فوق، اكيد انتوا عارفين الاناناسايه، بس انتوا ما تعرفوش سعرها، ما تعرفوش. مش عارفين هقول لكم، وربنا لا اقول لكم، دي ب 250 جنيه تستاهل اللايك صح؟ تستاهل. فانا دلوقتي عامله لكم التجربه دي عشان اقول لكم تجيبوا معلب ولا تجيبوه كده وتعملوه في البيت احلى، بس مش بالسعر ده طبعا. فيلا نشوف الاناناسيه دي بتقول ايه، واوعى تنسى اللايك بعد اذنك. اول حاجه كده يا جماعه هقطع كده الحته اللي فوق دي كده. اوه والله العظيم ست بيت شاطره قطعتها. بص كده يا جماعه زي ما انتم شايفين، عايزه اقول لكم ان هي مستورده، فلو طعمها طلع وحش هروح للراجل اشرشح له. سوري يا جماعه انا ما اعرفش يعني ايه اشرشح له اصلا. بصوا بقى انا اقسم بالله ما اعرف هي بتتقطع ازاي، فانا هحاول كده اقطع بقى الحته اللي فوق دي كده. انا كنت بشوف في الفيديوهات. لا اتقطعي بالله عليكي، الحته حلوه قوي يا جماعه، اتقطعي وما تبهدلنيش يعني. بصي اتقطعي وما تبهدلنيش في نفس الوقت. اتقطعت. واو انا قطعتها كده بس مش عارفه دي هتقطع ازاي، المفروض اقطعها ازاي كده، هو انا بقطع كده صح ولا لا؟ هي بهدلتني اوريدي يعني، ف يعني خلاص انا فقدت الامل. انا بصي اهو يا جماعه قطعتها، هاخد حته كده من هنا كده عشان عندي بلود قوي قوي قوي، عشان حاسه طعمها حلو اهو. هاخد حته كده. هي ما بتتكلش ولا ايه؟ استنى يا جماعه هاخد حته بقى ايه من اللحم كده من النص كده اما اشوف ايه الكلام ده بيقول ايه. ايه ده؟ بصوا هو مفيش امل، فاستنوا بقى. ايه ده الحلاوه دي يا جدع؟ في شويه ميه كده. انا اسفه على القرف اللي انا بعمله ده، بس بدل انتوا في بيتكم كلوا براحتكم، لايقه بدل انتوا في بيتكم كلوا براحتكم. جامده قوي 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 وجامده قوي. بس انصحكم لو لقيتوها تخلوا حد هو اللي ينقيها لكم، لاني بسمع ان في منها حادق وفي منها حلو. تشوفوا بقى هتجيبوها منين.